قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورا وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا. والآن أيها التلاميذ أريدكم أن تركزوا معي، سنتعلم اليوم الحروف الأبجدية. كرة كرة كرة. توقف عن اللعب، سنبدأ الدرس حالا. هذا هو حرف الألف، إنه مثل العصا الطويلة وال ألا تريد أن تتعلم؟ هل ستمضي كل وقتك في اللعب؟ وهل تعتقدين أن هذه هي الطريقة الملائمة لتعليمه؟ أتمنى أن أصبح مدرسة مثلك، ولكن يبدو أن ياسر لا يرغب أن يتعلم. التعليم مهنة عظيمة، وسأعلمك كيف تقومين بها بشكل صحيح. أولاً، ينبغي علينا أن نجعل التلاميذ يحبون العلم. يجب أن يكون التعليم ممتعاً. راقبيني. أسد. 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 كرر ورائي. أسد. سد. 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 أحسنت. أسد. أس. 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 ها هو. أسد. يبدأ بحرف الألف. ألف. ألف. أسد. ألف أسد. بداية جيدة على ما أعتقد، أليس كذلك؟ لم أكن أتوقع هذا أبداً. شكراً يا أمي، إنها بالفعل طريقة ممتعة للتعليم. ضعي دائماً في اعتبارك أن لكل شخص قدرة على فهم معلومات تناسب سنه فقط، ولا يصح تعليمه أشياء قد لا يفهمها بسبب صغر سنه. أسد 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 أسد.